شنت الطائرات الحربية غارات على بلدة طرمانين بريف إدلب الشمالي مستخدمة الصواريخ والقنابل العنقودية، ما أدى لوقوع ضحايا وجرحى. وأفاد مراسلنا بأن الغارات استهدفت سيارات الوقود على الطريق الواصل بين مدينة دارة عزة وقرية طرمانين، مبينا أن القصف المتجدد على البلدة أدى لاستشهاد الصحفي السوري إبراهيم العمر، وهو من الصحفيين المتعاونين مع قناة الجزيرة. بس لا حدا يفوت يا ابو، لا حدا يفوت لهون. الساعة 9 الصبح تمام، صوت هويت الطيارة وبلشت في الصواريخ. ضربت 7-8 غارات، ضربت صواريخ وضربت عنقودي. كلها حاليا شهيدين من طرمانين ومن سائقي المازوت، ما بعرف كم شهيد لسه، وجرحى عدد كبير. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكاي من ريف إدلب عبد الله جدعان الناطق باسم المكتب العالمي لقوى الثورة في إدلب وريفها. مرحبا بك سيد عبد الله، ما تفاصيل القصف الذي طال بلدة طرمانين بريف إدلب، وما الحصيلة النهائية للضحايا؟ تحية لك أخي. نعم بالفعل، يعني مجزرة جديدة تطور الطائرات الروسية، 8 غارات جوية استهدفت بلدة طرمانين أو أطراف بلدة طرمانين، طبعا في الريف الشمالي لمحافظة إدلب. فقط على أثر هذا الاستهداف 6 شهداء وأكثر من 20 جريح. إلى الآن فرق الدفاع المدني السارعة بانتشال جثث من تحت. طبعا قامت الطائرات الروسية باستهداف فرق الدفاع المدني، وسقط على أثر هذا الاستهداف أحد عناصر الدفاع المدني في بلدة كلي، وأيضا استشهد كما ذكرتم في التقرير يعني الناشط الإعلامي إبراهيم عمر، وهو مراسل أو متعامل مع قناة الجزيرة. طيب لو تحدثنا يعني أكثر عن استشهاد الصحفي إبراهيم العمر وما النشاط الذي قام به منذ انطلاق الثورة. نعم، بالنسبة للناشط يعني إبراهيم عمر، كان في البداية ناشط مستقل وقام بتغطية الأحداث في محافظة حلب وفي ريف محافظة حلب وتحديدا الريف الغربي لهذه المحافظة. عمل بعد ذلك مع قناة الجزيرة مباشرة، طبعا كان متعاون وليس مراسل، وبقي متعاون لمدة أكثر من سنة ونصف، وكان يقوم بتغطية كافة الأحداث كما ذكرنا في محافظة إدلب. طبعا الرحمة للشهيد وتقبله الله من الشهداء بإذن الله تعالى. نعم من ريف إدلب عبد الله جدعان الناطق باسم المكتب الإعلامي لقوى الثورة في إدلب وريفها، شكرا جزيلا لك.